راديو مات صوتك عالي ورايك يوصل. اهلا وسهلا، مسيكم بالخير، مرحبا من جديد. الاربعة واربعتاش دقيقة او ستاش دقيقة، سعيد جدا نلتقيه معكم كل نهار ثلاث اربعة وخميس في اجورا من ماضي ثلاثة حتى للخمسة. نطرحوا موضوع مجتمعي، موضوعنا اليوم اللي طرح نفسه بقوة وقراءة في الرقم اللي اصدره البنك الدولي، في نصف مليون تونسي يعيشون بدولار واحد في اليوم. هذا عنوان من العناوين. نلقاو مصنف تقرير البنك الدولي لتونس من الدول الأشد فقرا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وزير الشؤون الاجتماعية يقول أن 285 ألف عائلة في تونس تعيش تحت خط الفقر. هذا رقم اللي هو مخيف ويخلينا لازمنا نطرحه أكثر من سؤال. والبنك الدولي يصنف تونس كواحدة من أفقر دول العالم. هذه عناوين موجودة في الصحافة الدولية وقدامكم تنجموا تلقاو التقرير. تقريبا سهل برشا، اكتبوا تقرير البنك الدولي والفقر في تونس يخرج لكم، تتراو أنه بالأرقام وبالتحليل والبيانات حاضرة وكافية ولنا التحليل والنقاش. جزءنا الثاني بعد شوية باش يكون معنا سي المودي قاسومي، كيف كيف زاد سي سلاح الدين بنفرج المختص في علم الاجتماع، كان معنا في جزءنا الأول سي حمادي تيزاوي مختص في الجغرافيا الاقتصادية، سي حسين الرحيلي مشكور زاد مختص في التنمية، وكان معنا زاد سي صادق جبنون خبيرنا الاقتصادي. البداية باش نكون مع قراءة سياسية ممكن ومتابعة جيد سي معز الحاج منصور معنا في المباشر، وباش نحاولوا نفهموا قراءة القراءة معه لهذه الأرقام. مرحبا بك سي معز. مرحبا سيد أمين، شكرا على تواصلك معنا. وتحية لكل مستمعي. ربي فضلك. إذن خلينا ندخل مباشرة في الرقم. هل الرقم كان ممكن مفزع عليك؟ هل كان مفاجئ ولا هذا هو وهذا المنتظر وهذا العادي؟ في الحقيقة كثير من الخبراء والباحثين والدارسين في حول الأوضاع في تونس، وأنا كنت دائما كتب منذ سنة 2012، وكنا نحذر دائما من خطورة السياسات الاقتصادية الليبرالية المنفتحة جدا التي سلكتها الحكومات المتتابعة. لا تنسى شيء سيد أمين ولكل مستمعيك، أن كل الحكومات بعد 2011 فتحت يديها وفتحت ذراعيها الاقتصاد التونسي لتدخل البنوك الدولية. يجب أن يعرف كل التونسيين وهذه حقيقة، أن نظام بن علي لم يتعامل مع بنك مع صندوق النقد الدولي لفمي منذ سنة 1994، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه هو تقديريا لفمي هو البنك الوحيد الذي يتدخل في كل السياسات، يتدخل في السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية والسياسات الثقافية، ليس مجرد بنك مقرض. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لفمي تسبب في تضرر اقتصاديات 28 دولة، والكلام مش تعيان، هذا تقارير دولية، 28 دولة من بينها الأرجنتين ومن كثير من الدول الإفريقية. ما الذي عندنا الآن في تونس؟ الإحصائيات تفيد بأن عدد العائلات، عدد التونسيين الذين يعيشون تحت مستوى 3 دولارات هو 500 ألف. لكن هذا التقرير يضيف نقطة أخرى، ملاحظة أخرى تتعلق بأنه 2 مليون تونسي تقديريا 2 مليون يعيشون بأقل من 9 من 3 دولارات في اليوم. عن 9 كيف يعيشوا بالله يا ذوما؟ والله يا ربي معاهم، ولا لنا الدعاء معناها فقط للناس هذية. كيفاش تنجم تعيش انسان بثلاثة دينارات في اليوم يا رسول الله؟ ثلاثة دينارات في اليوم ونشتمش لا ضوء تليفون نقل اكل خبز ما يعني. هذا الشخص هو معدم تماما، هذا الشخص هو معدم. اثنين، نزيد اكثر من هذا، التقرير لم يتحدث عن نسبة الفقر، تحدث عن نسبة اقل من الفقر، يعني تحت مستوى خط الفقر. نزيدك شيء، التقارير الدولية كلها منذ سنوات تتحدث عن سيطرة 300 عائلة كبرى في تونس على كل ثروات الاقتصاد التونسي. يعني عندنا ثروات والأموال وكل ما هو معقارات وشركة كبرى في يد 300 عائلة، والتقارير الدولية خاصة في مستوى وزارة الخارجية الأمريكية تتحدث عن وجود 50 عائلة تسيطر على 90% من الاقتصاد التونسي. ما معنى هذا؟ غياب العدالة في توزيع الثروات، يعني هنالك أقلية سكانية تحتكر كل الثروات والأغلبية مفقرة. تعرف قديش عندك عدد الفقراء في تونس صديقي؟ كل الطبقة المتوسطة، يعني أنا وأنت والأستاذ والطبيب والمهندس وحتى المحامي، كل هؤلاء يصنفون ضمن دائرة الفقر. يعني ماذا؟ في ظل هذا هو مش وليد اللحظة، لكن السياسات الاقتصادية تنطلق منذ سنة 2000 كانت سياسات تراقبها الدولة،
وكان رغم هذا فما انفلات وقع لبدايه السياسات الليبراليه. نذكر جيدا في عهد بن علي ما الذي حدث؟ الدوله بدات شيئا فشيئا تتخلص من مصطلح الدوله الراعيه التي تشرف على النقل والصحه والتعليم والاداره والتاج والصناعه الى غير ذلك. تذكر صديقي عزيز ان الاصوات التي ارتفعت مؤخرا والتي تشرع او تبرر محاوله التفويت في جزء من الاسهم شركه التلفاز هي في الاصل اصوات لا تعي تماما خطوره التفويت في هذه الاجزاء. مش ناخذ مثال اخر معك. مثال شركه رابحه كما شركه تامين ستار ملك للدوله التونسيه. هذه الشركه شركه فوتوا في حصه منها في سنه 2011 ثم فوتوا في حصه ثانيه الى ان بلغت 51% لفائده الشركه الفرنسيه. يعني ماذا؟ هذه الشركه رابحه انت فوت فيها للشريك الاجنبي يصبح هو المفتى هذه الشركه يتحكم فيك كما يشاء. في الخلاصه ماذا نقول؟ في تقدير الشخصي سيد امين الاصرار الحكومات على تطبيق كل الشروط التي يقدمها صندوق النقد الدولي ستؤدي الى انفجار اجتماعي هي ثوره الجياع. نحن نسير حثيثا الى ثوره الجياع. شو معنى ثوره الجياع؟ لسنا لا نحرض على الثوره والتمرد لا، ولكن هذه الحقيقه كل الدراسات في علوم الاجتماع من ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع لليوم ايش يقول لك ابن خلدون؟ يقول لك راهي الدولة التي يشتغل سياسيوها بالتجارة، يعني الحاكم يشتغل بالتجارة، إذا اشتغل بالتجارة وكان صاحب شركة راهي الدولة ستؤدي الخراب. علاش؟ لأنه صاحب السلطة يتهرب من الضرائب ويمتع نفسه بامتيازات جبائية. شو عندك أنت الآن في تونس؟ امشي وقرأوا قانون الامتيازات الجبائية لبعض الشركات الكبرى ما يدفعوا في شيء. خذ مثال صابة الزيتون وصابة القمح، ما الذي وقع؟ استحوذت اللوبيات الكبرى في القمح واللوبيات الكبرى في الزيتون على صابة الزيتون. تعرف أخ أمين قداش يتباع لتر الزيت؟ قداش نزلت المدة هذه بجهة ساحل لتر الزيت وصل لثلاثة دينارات. والله يا سي معز فما ناس جات تبكي ووصلوا حتى الأقل. والله وصلت ناس حتى الأقل من 3000. مش يأتي هذا الفلاحين والمزارعين الذين كانوا ينتظرون هذه الصابة وريع هذه الصابة باش يصرف هو ينفق السنة المقبلة ويريع نفسه ويصرف على عيالته. شو يجي فيه؟ سيجد نفسه عاجز على سداد الديون وسيجد ان هذه الديون تراكمت. ما الذي سيؤدي؟ احنا تفتح التطبيق معناها نجيو لتطبيق تلاليكا وتكون سهله تطبيقها للحكومه. شنو هي بقيه تلاليكا؟ فتح كل امكانيه تملك الاراضي الزراعيه للمزارعين الاوروبيين في تونس. يجيك هو بواحد اورو يشتري والتونسي عنده دينار الواحد اورو ولا تسعه دينار ونص. سيضطر هؤلاء المزارعون شيء خلال سنوات الى بيع ارزاقهم الى بيع اراضيهم الفلاحيه. مش يعمل هو هكا الشجره تاع الزيتون اللي تقتات منها التونسي منذ الاف السنين مش يفوت فيها بالضبط. ولا 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 الاقتصاد الفلاحي 80% هم صغار الفلاحين اللي اليوم يعانيوا في معاناه كبيره. اراضي من ميزات الفلاحيه في تونس زراعية هي انه الاراضي الفلاحيه مقسمه موزعه ما فماش قطاع زراعي. ثم عندنا بعض الناس الكبرى موجوده في الشمال الغربي لكن انت في جزيره الساحل وغيرها هنالك تقسيم وتوزيع الملكيه بالهكتار نصف هكتار وانت طالع الناس كل تملك الزيتون. الناس مش يصير الان الخطوره وين؟ ان هذه الحكومه حتى لو انا قلناها انا وياك في احدى البلاتوات التلفزيونيه راهو الخطوره وين؟ الحكومات المقبله لا تحمل مشاريع اقتصاديه لتغيير النمط الاقتصادي اذا لم نتخلص باي شكل من الاشكال من سيطرة والشروط المشحفة للبنوك الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي راهو نحن نسير إلى الهاوية الاقتصادية. والدليل على هذا ما هو؟ أن التونسي الموظف صار عاجزا عن العيش الكفاف العيش بالكفاف غير قادر. أسهل التوانسة اللي كيفكو يعيشوا نعرفونهم نعرفهم التونسي قادر أنه الأجرة بتاعه شاري ناخذوا الكاتيجوري في الوظيفة العمومية يعني نحكي على أشخاص تقصوا مليون زملين هو قادر أن باش يعيش. هذا غير يعني وين ماشي الى اين؟ لا ادري انا هؤلاء الساسه الذين يسيرون دواليب الدوله الى اين يسيرون بهذه الدوله؟ شنو الحل الان؟ الاحزاب السياسيه تتعارك على السلطه تتخاصم من اجل السلطه والوضع الاقتصادي في جميع القطاعات الصناعيه والتجاريه والزراعيه والاسواق الكبرى والاسواق الصغرى هنالك فساد مخيف
بالضبط، ومعاناة كبيرة اليوم زادة، لكن هذا هو الواقع. المعاناة الأكبر الحقيقة حتى المؤسسات اللي ذات مال وطني، المؤسسات الصناعية معاناة كبيرة، فما كرونيك ديناغوني العناية للمؤسسات الوطنية هذه اللي الضغط الجبائي الكل ماشي لها هي، وتقريبا مسايبين الاقتصاد الموازي اللي قاعد ينخر في الاقتصاد الوطني لا حسيب ولا رقيب. أنا وامشي للمؤسسة زيدوا في الغاز، زيدوا في الضوء، زيد امشي اعمل عليه الفيسك، ما تنفس بكل. تفضل سيدي نختم. انت على الغاز بربي خلنا نعطيه لفتة للتونسي، كيفاش الميزانية القطاع دمرت منذ يوم امس، تم الاحتفال بتدشين اول يوم في سحب الغاز من حق النوارة، والجميع يسمع بهذا. الجميع تحدث عن 2.7 مليون متر مكعب انتاج الغاز من حق النوارة، اللي قال رئيس الحكومة انه هذا سيغطي 50% من كلفة الغاز. شو المفروض نتوقعه كتونس؟ نتوقع انه كلفة الغاز تنخفض. بالضبط، كلفة الغاز تنخفض، يعني الفاتورة بتاع الضوء تطير، مش فاتورة الضوء، جميع القطاعات الصناعية تخفض في الأسعار لأنه كلفة الضوء سيغتو معناتها لينيرجيفور اللي هما الكلفة زادت لهم 6 و7 مرات فوا، معناها فهمت. لكن في الرياليتي في الحقيقة أنه هذه الأرقام التي يسوقها السياسيون لن ينتظر التونسيون انخفاض في الغاز وانخفاض في البترول، بالعكس باش يزيد. علاش؟ لأنه تونس دخل في شراكة، وأنا هو على مسؤوليتي، ملف لونزي الشركة التي دخلت في شراكة مع الدولة التونسية 50% 50% في ملف حق النوارة في شبه الفساد، لأنه هذا القطاع الطاقي شركة ستيك قدمت دراسة عبر خبرائها تقول أنه هذه الكلفة لن تتجاوز 1000 مليار. قداش خدموه سيامين؟ خدموه ب3500 مليار. وثم لا توجد رقابة على شركة OMD في تحويل الغاز إلى الخارج، لأنه فما مثلا يعرفوش توانسة أنه تم نقل بداول اليدوك، يعني الأنبوب اللي يشوق الغاز يشوق البترول بل يديه المصنع، كله سيصير التصدير، ولن يكون هنا هنالك شبهة فساد في هذا الملف. تو نتابعوه على كل هو هذا الملف وغيره من الملفات وقت اللي نفتحوا ملف الطاقة بالأساس. أخي منين الدولة تقيم الأواد بتاعها؟ منين؟ ما هو بالثروات الباطنية بتاعها، أنت مسلم الثروات الباطنية بتاعك، كل شيء محمول على المواطن يدفع الضرائب، والشركات الصغرى تدفع الضرائب، إيش مش يصير سكرت؟ أنا أقول لك حاجة، أنا عندي كثير من العلاقات المفتوحة مع كثير من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. أغلبهم إما أغلق أو بسبب الإغلاق. بالضبط بالضبط، هذا اللي تعاني فيه المؤسسات للأسف الشديد. نحييك أمين على إشارتك لهذا. شكرا سيدي، هذا واجب، وشكرا على تدخلك معنا، يعيشك بارك الله فيك. خلينا باش نقعد وإحنا باش نكملوا نتابعوا مع خبرانا ومتابعينا لهذا الشأن، ونحب نقرأوا هذه الأرقام من الناحية الاجتماعية. معنا باحث في علم الاجتماع والأستاذ الجامعي سي المولدي قاسومي، مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك أمين. شكرا على قبول الدعوة والحديث في موضوع الساعة، واخترنا الحقيقة أن نحل هذا الفضاء إلى المختصين لكي يتكلموا ويعبروا لنا على آرائهم في هذه الأرقام. وزير الشؤون الاجتماعية يتكلم على 285 ألف عائلة في تونس تعيش تحت خط الفقر، كيف كيف زاد البنك الدولي اللي صنفنا كسادس أفقر دولة في أفريقيا، وش معناتها مطراش، وأنه مرتبة هذية احنا كنا نراو فرواحنا ونراو لتو فرواحنا، وأنه احنا بعاد برشا على دول أفريقية أخرى. على كل حال خويا أمين، المعطى هذية وحتى وإن ركزنا على الجانب الاجتماعي فيه ومنظومة البناء الاجتماعي والتنضيد الطبقي والتراصف الطبقي والشراهة الاجتماعية، ومن منها فقير ومن منها دون عتبة الفقر ومن منها يصنف ضمن الطبقة الوسطى أو ما فوق ذلك، أعتقد أنه ما نجموش نفهموها دون معطيين أساسيين. أولاً ما نجموش نفهم المسألة دي خارج نطاق الاقتصاد السياسي الفقر، ثم العلاقة بتونس باعتبارها مصنف هذا التصنيف المخجل والمخزي، ونحن إزاء إحدى أبرز أخزيات من الخزي، أخزيات الدولة المستقلة لمدة 6 عقود، أن نصنف سادس أفقر دولة في إفريقيا، وبالتالي وحين على معطى محدد آخر وهو الجغرافيا السياسية لهذه الدولة التي حولت إلى دولة منتجة للفقر بامتياز. بين الاقتصاد السياسي وبين الجغرافيا السياسية يبدو أنه نحن
باختيار وبرغم من الطبقة السياسية والقيادات السياسية منذ أكثر من 50 سنة تقريبا، أو على الأقل 50 سنة منذ بداية السبعينات، تحولنا تدريجيا إلى دولة منتجة للفقر. الأخ اللي كان يحكي قبلي أشار إلى تخلي الدولة الرعائية عن دورها، رغم مش من التسعينات أو الثمانينات، هو منذ أن تم إعلان تونس دولة منفتحة بشكل غير سياقي وبشكل لم يكن يعتمد على الإمكانيات التي تجعل منها دولة منفتحة. بداية 72 الواسو صندوز قانون 37 الذي بدأ مباشرة في إرساء معالم، أولا معناه إعادة تنظيم اجتماعي يعطي كل الأفضليات والأولويات لطبقة مقاولية الدولة ذاتها هي التي أنشأت، ولم نكن نعيش حركة تشكيلات اجتماعية قوية ومتينة بالشكل الذي أوجد بالنسبة لنا في تونس تاريخيا طبقة اسمها برجوازية وطنية قادرة على أن يكون عندها دور تنموي حقيقي، خلافا لأوروبا الصناعية والبلدان الرأسمالية العريقة اللي الطبقة البرجوازية الوطنية متاعها هي اللي أنتجت دولتها وهي اللي أنجزت ثوراتها وهي اللي حققت فيها التنمية. نحن الدولة تجي منذ بداية السبعينات بعد تجربة التعارض اختار الانفتاح بشكل غير سياقي، بمعنى هذا جاء في نطاق ما فرضته آنذاك الدوائر المالية العالمية، لأنه نحن علاقتنا بالبنك مونديال إسانسيال مورا مش من تو، علاقتنا من عام 58 انخرطت في 58، ومنذ إذن كان اقتصادنا متخارج يعني خاضع إلى التوصيات والتعليمات التي تأتينا من تلك الدوائر. صحيح تولت عمق ولكن حتى قبل، لأن الدخول في سياسة الانفتاح شو معناها؟ معناها الاختيار سياسة تعويض الواردات. شو معناها سي أمين؟ معناها أنك أنت بنيتك الصناعية والإنتاجية كلها تصبح مخصصة ومرتبطة بالسوق العالمي، والحال أن التجارب التنموية الحقيقية تمشي مباشرة لاحتياجات السوق المحلية. كيف تتززع بعد نمشوا لاحتياجات السوق العالمية كسوا في نطاق تعويض الواردات باش نخلق ميزان دفعات وإلا في نطاق المنافسة. نحن دخلناها اللعبة ومعنا فيها حتى معنا بها حتى علاقة وكانت مفروض. إيش أدى هذا؟ إيش أدى؟ ترسل من القوانين إلى القوانين التي أدت إلى إنتاج الفقراء والبؤساء وإنتاج قلة قليلة من المتربحين الذين يستأثرون بكل إمكانية الدولة، مما حول الدولة من منذ أواسط السبعينات إلى اليوم تدريجيا وبشكل تصاعدي الخط التصاعدي للدولة في أن يتحول دورها التعديلي من تعديل متوازن نسبيا في الستينات إلى تعديل منحرف في بداية السبعينات إلى تعديل يميل بشكل كلي تقريبا أو شبه كلي للذين يتمتعون بالامتيازات، ولهنا تقريبا الدولة أصبحت الإطاة بريداتور. ولد زاد الاقتصاد متاعنا اقتصاد متاع سوتريتونس. نقول لك علاش، لأنه تعويض الواردات شو معناه؟ تعويض الواردات يؤدي إلى اللا مساواة على النطاقين، على النطاق الفئوي والجهوي. تعرف معناها مدام انت اقتصادك مربوط بالسوق الخارجية، معناها مربوط منظومتك الانتاجية والصناعية مربوطة بالبرد. البرد اش معناها؟ معناها الجهات اللي عندها 100 ولا من 100 كيلومتر بعد على البرد ما عندهاش حتى حظ لكي تتركز فيها منظومة صناعية او انتاجية مربوطة بالتصدير. هذاك علاش الفقر عندنا نحن هو انتاج الدولة، ما هوش حالة طبيعية، لأنه الفقر لو اعتمدنا المحدد الثاني هذا اللي سميته الجغرافيا السياسية لتونس لا يمكن أن يكون حالة طبيعية مرتبطة بالخصوصية الجغرافية السياسية لتونس لسبب بسيط. تونس بلد 11 مليون وما زلنا ما وصلناش 12 مليون، 11 مليون وشوية صرف. تعرف نحن سوريا عام 64 كان عندنا نفس عدد السكان. سياسة التحكم في السكان بالنسبة لنا أثمرت أن اليوم ولينا 11 مليون فقط، ما ناش 26 مليون كما سوريا. معناها لو كان جينا 26 مليون نأكلوا بعضنا تقريبا، رانا بلد المجاعة بامتياز. ومع ذلك صار فاهمين، ومع ذلك نحن جغرافيا السياسية متاعنا لا تسمح لنا باعتبار الفقر حالة طبيعية. أولا المعطى الديمغرافي لا يسمح بذلك، المعطى الديمغرافي راه ايجابي جدا. اي فقدت انا والله حبيت نتفاعل معك بعد اذنك. المعطى الاخير، المعطى الثاني، المعطى الجغرافي. أي. انت في منطقه المتوسط
وإن ثم الديناميكية التجارية معناها التقليدية عبر التاريخ تمر عبر المتوسط. والنقطة الثانية، أنت وراك ليبيا دولة ثرية والجزائر دولة ثرية، كيف تكون بلد فقير وأنت جوارك أثرياء وأمامك أوروبا الصناعية؟ بالضبط، هذا هو معناش الحق هذا البلد والمتابعين للشأن الاقتصادي والدولي. تونس ما عندهاش الحق تكون دولة فقيرة، ما يجي ما عندهاش موقع على الاستراتيجي وتاريخها التجاري وتاريخها الاقتصادي، ممنوع تكون فقيرة. وممنوع زادة المناطق اللي مضابين زادة نحكيو فيها معاك سي المولدي، خاصة المناطق الأكثر فقرا الموجودة في الوسط الغربي والشمال الغربي وبعض مناطق الجنوب، اللي هي تقريبا في يوم من الأيام ونرجع للتاريخ هذه المناطق اللي هي كانت أغلى دول العالم. باش نجيو للنقطة هذه فقط، ماذا أعدت الدولة للمؤسسة الاقتصادية الصناعية التونسية؟ وإحنا مشينا للاقتصاد المفتوح، يظهر لي ما قرأتش بحساب المؤسسات الوطنية، ذك علاش رو فيهم معناتها ضغط كبير عليهم، ونهار بعد نهار الكل قاعدة تسكر تقريبا. لا رأي، المشكلة مش في ماذا أعدت، هي راهو أمين راهو لما اخترنا سياسة الأقطاب الصناعية في الستينات اللي كانت تعتبر أفضل نموذج بالنسبة لواقع تونس، ومن بعد سرعان ما تخلينا عليه بتعلة أنه يمثل أعباء، لما كانت المؤسسات هذيك كلها رابعة في السبعينات، ومع ذلك اخترنا التناصف هذه المنظومة الصناعية البنية الصناعية مع القطاع الخاص. وبالتالي كان الأمر مبرمج أن تتخلى الدولة تدريجيا على هذه التوسان، على هذا التراث الصناعي والاقتصادي التونسي، واللي كان يمثل معناها هو المرتكز الحقيقي والسيادة الاقتصادية التونسية حقيقة نسبيا. ولو أنه من المفروض أنه في اختيار معناها العلاقة بين القطاع الثلاث كان من المفروض أنه راهن على القطاع الأول وهو قطاع السيادة الاقتصادية وهو قطاع الزراعي اللي نحن تخلينا عليه لفائدة القطاع الخدمات. فنحن بلد قائم على اقتصاد خدمات هش واقتصاد ريعي مربوط بالحوض المنجي مربوط بالفوسفات، وهك علاش انت تشوف نهارك اللي تتعطل ماكينة استخراج الفوسفات تتعطل البلاد كامل. بالضبط، لأنه الاقتصاد الاستخراجي والاقتصاد التحويلي والاقتصاد التركيبي المربوط بسياسة تعويل الواردات لا يمكن أن يضمن سيادة اقتصادية حقيقية. نجيك تول المنظومة الصناعية أو المنظومة الاقتصادية العمومية، هو كان خيار أساسي لما تفاوضت الدولة التونسية منذ 83 على برنامج الإصلاح الهيكلي الحكومة التونسية آنذاك، وكانت المغرب طبقاته بداية من 83، نحن أجلنا التفاوض فيه سنة 86 طبعا بفعل الانتفاضة الخبز 84 آنذاك، لما كانت الحكومة تقترح التخلي على أربع عناصر وأربع مسائل أساسية اللي هي صندوق التعويض، ثم الكونفرتيبيليتي دو دينار، ثم التخلي على الانتدابات العمومية، ثم التخلي على الخدمات العمومية الخدمات الاجتماعية، وبالتالي في نطاق التخلي التدريجي للدور الاجتماعي للدولة. هذا كان في نطاق تلك الخيارات السياسية، وتلك الخيارات السياسية لم تراعي في حقيقة الأمر ضعف البناء الاجتماعي للمجتمع التونسي، لعنا طبقة عمالية عريضة حقيقة بالمعنى اللي موجود في أوروبا الصناعية، ولعنا برجوازية وطنية بمواصفاتها. إيش معناها؟ معناها الدولة هي العنصر الماكينة الحقيقية اللي تفبرك في الطبقات والشرائح الاجتماعية وتوسع الطبقة الوسطى بشوية متاع بعض الأجور إلى غير ذلك، ولكن هذا كله ما ينجمش يخلق سوكل سوسيتال يخلي البناء الاجتماعي قادر على أن يحصن ذاته في علاقة بما هو اقتصادي وفي علاقة إسونسيالمون في علاقة بما هو اقتصادي. علاش؟ لأنه حتى القطاع الخاص لم يكن قطاع ذاتي البناء، هو قطاع بنته الدولة على حساب شرائح اجتماعية معينة. شوف أنت اليوم عندك 400,000 كونتريبيوابل، 400,000 واحد من دافعي الضرائب، تعرف المردود متاعهم السنوي من الضرائب مساهمتهم لا هما الكل يعيشوا على رجيم فورفيتير. النظام الجزافي ما ينجموش يوصلوا لـ2% من مردودهم الجبائي لو حولناهم للنظام الرجيم الريال النظام الحقيقي. معناها الناس هذوما يستفادوا بأكثر من 98% من استحقاقاتهم، 98% من استحقاقاتهم ما يعطوش فيها ويعطوا فقط دون 2%.
هذا خيار الحكومات المتعاقبة، هذا مربوطة بالسياسة الاقتصادية اللي تم اختيارها منذ أوائل بداية السبعينات. اش أعطاه هذاك بار كونسيكون؟ اش أعطاه بعد 50 سنة؟ أعطاه اللي دخلنا في مسار تاع 5 عقود من إنتاج وإعادة إنتاج الفقر والبؤس في الدولة، لم تعد المحمولة على ضرورة إنتاج الرخاء حتى لا تنتج البؤس. أصبحت الدولة تنتج البؤس بامتياز وتجد حلول ترقيعية متاع منح بعشرين دينار إضافة في منحة معينة لك 285,000 عائلة فاقدة السند. تعرف أنت أي أمين لما تحط 285,000 عائلة على الطاي معين دولا فامي في اللي على تقريب تتجاوز 4.2 فرق في كل عائلة، معناها اليوم لو عندك حوالي 1,200,000 إنسان يعيشوا عتبة الموت. رد بيك مش الفقرة، مش الفقر. تعرفش عليش؟ لأنه آخر التقارير نتاع الاتحاد الأوروبي، ما نقولوش الأمم المتحدة، نحن أوروبا هي اللي في وجهنا مقابلتنا، ونعيشوا في نطاق ما يسمى لا مونديزاسيون دي لوا دو فالور، معناها عولمة قانون القيمة. راهو كل شيء أصبح خاضع، حتى التسعير نتاع الباقيات اللي نحن نشرو فيها راهي مربوطة ببورصة نتاع قمح نتاع سريال والوليد، تخضع تسعيرته للسوق عالمي. بالضبط. معناها إذا كان نحن اندمجنا في الديناميكية هذه ما عادش نجم نتحكم في تكلفة الحياة نتاعي. فتكلفة الحياة نتاعي مربوطة بالديناميكية العالمية وإيسونسيالمو بالشريك الأول والأساسي اللي هو موجود في وجه مقابلنا الاتحاد الأوروبي. تعرف الاتحاد الأوروبي يعتبروا اللي اليوم فقط أقل من 950 أورو شهريا هو في عتبة الفقر، لأنه الفقر عنده مهمة خذاء بعد آخر اللي هو لابوفرتي ملتي ديمونسيونال، الفقر متعدد الأبعاد. ما عادش نحكيه على فقط أكل وشرب ومعناتها ومسكن فقط، هذاك عتب. شوف نحن أمونج بور لا سيرفي هكا، ولا نحن نأكل ولكي لا نموت. اللي إذا كان مازلنا بالحق، إذا كان مازلنا لتوا نعم نعتبر مؤشرات الفقر أو البؤس أو الاحتياج مربوطة بقدرة على كوني نوفر، سامحني في الكلمة باش نقولها بالتونسي اليوجع، باش باللهجة التونسية تقولها هذيك نسمي فيها الرهجيات، اقتصاد الرهجيات، باش ناكل والسلام عليكم. هذا ما عنده حتى معنى. وستادير هالمؤسسات هذه كيما ليانيس وغيرها، المؤسسات التونسية اللي تعدل لنا تعملنا في الموديلاسيون خاص جدا لمعنى الفقر، ويعتبروا اليوم فقط أقل من 1700 دينار في العام، راهو فطيه. صارش معناها تساوي 1700 دينار في العام، معناها تساوي حتى شيء، تساوي نهار واحد، نهار واحد من دخل مواطن في أوروبا من الطبقة الوسطى. نحن يحبونا نعيشوا بها عام كامل، وإذا كان نعيش تحتها بشوية راني فقير. وبالتالي نحن نناقش عتبة الموت ولا نناقش عتبة الفقر. للأسف يعني مؤشرات الفقر، مؤشرات الفقر هي بيدها تغير، ومفهوم الفقر تغير. اليوم إذا كان ما عندكش إمكانية باش تبدل اللابتوب تاعك كل عام معدل من عام إلى عامين، فأنت فقير. واضح. لأنه اليوم نحن نعيش زمن اقتصاد المعرفة وزمن تضخم المعرفة، وإذا كان ما تواكبش فأنت مجتمع فقير. شكرا سي المودي، بارك الله فيك، شكرا على كل المعطيات. الحقيقة أراءكم مهمة وقراءاتكم لازم نسمعوها ولازم نبنيه عليها، لأنه المستقبل اللي يهر لي حسب كل المؤشرات لا ينبأ بخير للأسف الشديد، والقرار سياسي بامتياز. يلا خلينا نمشي ونستقبل بعض الاتصالات من مواطنين بعد ما سمعنا تقريبا المتابعين والخبراء في شأن الاجتماعي وشأن الاقتصادي. ضحى من تونس، مرحبا لله. ألو. مرحبا. لالا ضحى فقط صوتك ما هوش واضح. مرحبا خويا. أي تفضل ضحى الكلمة ليك. سيدي الوزير تكلم، وزير الشؤون الاجتماعية تكلم على 285,000 معناها فقراء مش هكا. تكلم قد 285,000 أسرة في تونس مصنفة في خانة العائلات المعزة وتعيش تحت خط الفقر، وقار الأسر هذه اللي تعيش بالمنحة الشهرية والمساعدات الظرفية اللي تقدم في المناسبات مع مجانية العلاج. أشكر. هو متأكد اللي مرجدات اللي حاطتها قايمة بلوج بتاعهم مع العائلات هذوما والجوتيات الموجودة، فما عائلات تمشي وتقدم جوتياتها بثلاثة بالأربع مرات وكل البسي راح. فما أنا مثلا بعد الثورة كنت نخدم الحمد لله لبس علي، لكن بعد الثورة كنت روحي بطالة. أمي معايا معناها مرة كبيرة، صارت معناها مرة كبيرة يعني حق فلوس حق بلوي، أنا بنفسي معناها حقيت اللي اشتيها بيه باش نعالج، يعني مشيت لها زكاة باش نموت.
قدمت لها الدوسي اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ديما رايح الدوسي. كيفاش هو باش يحكي لي على 285 الف؟ معناها انت ترى انه 285 الف هذايا معناتها ترجح الرقم يكون اكثر، ترى انه فما تقصير من المرشدات، فما تقصير من المرشدات، تقصير من الوزاره، فما ناس لو صدقني معناها حالتهم الاجتماعيه انا الحمد لله معناها قد تكون تقص معايا اختي يقص معايا الحمد لله يا حمودي وخيتي، لكن فما ناس ما لقاتش انا معناها اختي مسكينه تعطيني معناها منها الحمد لله يا ربي، لكن فما ناس ما تلقاش وان شاء الله معناها ونقدم منهم راني باش نعمل مشروع ونحب يقف على سقية، لكن ما لقاش كل شجعني انا تو معناها قتل تحتم انا نحكي معاك، لكن من داخل قتل تحتم راني اخشي بايامات حياتي قادم دعاتي بيه تو. بسم الله عليك بسم الله عليك، علاش انت بسم الله عليك من الموت يا لله، بسم الله عليك راه من حقك تعيش في هالبلاد وراسك مرفوع، معناتها اي شنو اللي يخليك معناها يمنعك باش تخدم مثلا امي لا تسمع وما عنديش كيفاش تحط فيها كيفاش نمشي نخدم انا كيفاش يعني نرجع نلقاها معناها فمها بدم طايحه نمشي نتنيش عليها يعني مرجع قلت له ايش اشوف امي ايش اشوف امي بابا كلمات الله يرحمه اللي يخدم معناها الفرسي عمل يوم ما عنديش معناها لا ذكرت لا حد شيء كلمات الله يرحمه خليه بيت كبيره. شكرا لله ان شاء الله ربي يجرها على الصلاح يا لله، شو باش نقول لك؟ ربي يصبرك وان شاء الله ربي يشفي لك كميمتك وان شاء الله تقوم لاباس. يعني نحب نقول لك كلمه سامحني قصيت عليك. تفضل اي تفضل تفضل تفضل. سي الوزير نتاع الشؤون الاجتماعيه قول له بربي ثوره تعاملت لك المظلومين وفي ماني نفسي بالزواوره. نفس لهم وخدموا شويه بضمير، يعني شويه ضمير شويه انسانيه، فهمت؟ يعني الدنيا يعني غبشة عين وكنا ماشيين من دون حد، يعني تلفت لك الناس الفقراء، يعني ثم ربي راهو ربي باش يحاسب العبيد الكل، ارحم في الفقراء. واضح. يعني كنا ماشيين شي ما يدوم. كله ماشي ومعنا كان الدعاء وعنا كان نوصلوا لكم اصواتكم وان شاء الله ان شاء الله ربي معاكم للاختي تفرج باذن الله بعد العسر يسر باذن الله، وانت ما دامك مرضيه والديك تو تربح ان شاء الله باش تربح باذن الله، والله ما تربح ما دام مرضيه والديك، ربي يبارك في عمرك، شكرا على ثقتك ودخلك معنا. خلينا نمشيو من حبيبه زاده معنا من تونس. لاله حبيبه مرحبا. سلام سليمان، شنو احوالك لاله حبيب؟ مرحبا بك لاله، تفضل. بالحق اعطيك الصحه في الموضوع، انا مصدومه بالحق على الشيء اللي كنت نسمع فيه، مصدومه ما كنتش نتوقع معناه اسبوع معناه نحن نعيشوا في فقر في 2020 عايشين في فقر معناه بالرسمي، على قد ما نتفرج على قد ما نشوف في حالات بالحق قلبي يوجعني ونقول لا متى بالحق لا متى عبيد ما توصلش لا تاكل لا تشرب لا تتغطى لا هي مرتاحه في دنيتها لا حد شيء اسبوع معناها الدولة لما رهفتش بيهم ما حسيتش بيهم للدرجة هذه معناها خمموا كان في رواحهم وغيرهم. ليه الدولة تقول لك ما عنديش، الدولة تقول لك اليوم الدولة نعيش صعوبات اقتصادية، الدولة تقول باهي سامحني الدولة تقول ما عنديش ونعيشوا في حالة صعوبة، من منين نمشي المواطن التونسي كيفاش باش يعيش كان الدولة ما توفرلوش الملتزمات اللي يحب عليه، منين منين باش يعيش الشعب التونسي كيفاش باش يعيش؟ معناها واحد يموت من الفقر؟ اسفوا باش يموتوا من الفقر ما فهميش معناها الدولة كي قالت لنا كيكا صاي نصدقوا ونسكتوا على رواحنا معناها. ماهوش حل بصراحة ماهوش حل، بالحق الدولة يلزمها تفيق تتحرك يزيونا من الكلام كلام كلام، توا يلزمنا يد مع بعضنا نفيقوا لبلادنا بالحق نمشيوا معناها البلاد على الطريق الباهي، ابار سا معناها ما فيها بس كان خدموا الشباب وكل شيء طول الوقت هذيك تتحرك الامور طول ما عادش فقر، اسبوع معناها واحد عيش فقر انا صدقني يا امين معناها انا في عائلة في حومتنا معناها قاعده نشوف الفقر بأتم معناها. وين تسكن انت لاله حبيبه وين تسكن؟ أنا في الوردية الأولى. الوردية اللي هي معناتها كان المفروض وأنه قريبة منها بن عروس على خطوتين على العاصمة، ممكن تكون الوضعية خير
من برشا بلايص بعيد. صدقني اقسم بالله معناه نشوف في حاله كيفاش معناه نشوف فيهم 24/24 معناه نتاقلم معاهم ونعيش معاهم عبيد توصل ترقد بكو حليب وباقيت معناه ما يلقاوش لا باش يشرو باش لا باش يلبسوا لا باش ياكلوا لا باش يخرجوا لا باش يتمتعوا كي غيرهم. قولي الدوله انهي الدوله كيف ما توفر لهمش الشيء هذايا بالحق ما عنديش امل فيها الدوله راه صراحة أطرحهمتي معني هاني نشوف التلفز يا رسول الله كل مرة يجيبونا حالة كل مرة واحد بالحق قلبه وجعه مرضنا بالحق مرضنا كي أنا نتفرج كي نقول أنا الحمد لله كوني عايشة ناكل ونشرب ونتغطى مع عائلتي أما غير نطيش في الشوارع يا رسول الله غيرنا نطيش أنا صدقني كي نهبط سونتر فيل معني نشوف حالات تبكي والله نشوف حالات تبكي اللي يمد في يده اللي يتشحت اللي يسرق اللي يخطف اللي اي كله مظاهر المظاهر هذه فقر بشي لز للسرقه بشي لز للبراكاجات بشي لز للانتحار بشي لز الباشا جراء معناه ما يلزك على المر كلمه مرمن يا لله حبيبه شكرا على تواصلك معنا ربي يجري على صلاح بارك الله فيك شكرا خلينا نحب نكملوا مع سي صلاح الدين مفرج الاستاذ في علم الاجتماع مرحبا بك سيدي معنا مرحبا اهلا بك سي امين وبكافه مستمعي راديو مال ربي يخليك دونك سي صلاح تقريبا الكل اجمع على انه فما مشكله اليوم في تونس المليون ونص هذوما اللي قعدوا من دوله الاستقلال لليوم اللي يعيشوا في الفقر في تونس القراءه الاجتماعيه وانتم باحثين في علم الاجتماع كيفاش تقراوا الارقام الاخرى نتاع البنك الدولي هو في الواقع نحن نقرأ معناها الفقر كظاهرة من ظواهر الاجتماعية عبر مؤشرات ومجموع المؤشرات اللي هي الآن متوفرة تشير فعلا إلى أنه الغلب إذن الفقر مستشري في تونس في طبقات متعدة كان قبل في وقت بداية الاستقلال كان يعني عام ثم يعني عام بلا يوصل إلى طبقات ما هيش موجودة اليوم ما كانش موجودة قبل يعني ثم جاءت الدولة الوطنية وعملت إذن مجهود كبير على مستوى التنمية فتقلصت نسب الفقر وظهرت طبقات الوسطى اللي ولات هي الرافعة الأساسية في البلاد وتدنت مستوى الفقر لكن ولات مفخرة في وقت من الأوقات احنا في تونس المفخرة متاعنا وانو احنا نقولوا انه تونس الطبقة المتوسطة هذيك هي الموجودة والأكثر هي الطبقة المقاولة هي يعني طبقة كنقول المقاولة هي صاحبة المشاريع هي المبادرات هي الأعمال هي اللي انتسب إليها أغلب التونسيين وجيوب الفقر اللي مع الأسف رغم كل مجهودات الدولة الوطنية تغافلت أو تناست لظروف متعددة يطول شرحها الآن عن مناطق بقات دائما محرومة معدمة يعني لم تصل إليها يد التنمية بالشكل المطلوب الذي يسمح يعني انتفاع الجميع من ثمار التنمية وبالتقلص الهوة ويتحسن وضع الناس على مستوى المعيشة اليومي لكن هذا الوضع زاد تأزما في السنوات الأخيرة و يعني تعود يقع يعني كما نقوله بالفرنسية الميدال موطلوبا يعني تعود نصعد المصاعد الاجتماعية اللي كانت موجودة كلها توقفت تقريبا لعاد التربية لعاد يعني كل أشكال يعني التي تسمح بالنجاح يعني الاجتماعي ما عادش ممكنة وعلى كل حال حتى الآن قدموا يعني رسائل سلبية جدا نقوله يعني تقلصت هوامش وإمكانيات التحقيق الذاتي والنجاح وبالتالي التخلي والخروج من الفقر كان قبل ممكن جدا أبناء الفقراء احنا اليوم اللي يسكنوا في يعني عديد مناطق اللي نقولوا احنا راقية في البلاد ما همش كلهم يعني جاءوا من عائلات عندها كبير في الثراء ولا في الثروة ولا وعدد كبير منهم شق طريق من عائلات محدودة جدا بس ما قلوا إذن هالمصاعد الاجتماعية اللي كانت متوفرة تعطلت كثيرا بما ترتب عنه بطبيعة حال عودة الفقر كما لاحظنا عودة الأمراض وعودة الأمية وارتفاع نسب يعني هذا كله هي مؤشرات مشتركة تشير إلى تعطل آليات الارتقاء الاجتماعي وهذا أمر بطبيعة الحال يعني خطير لأنه نعرف من نتائج هذا هو اليأس هو الإحباط هو اللي شهدوا فيه شباب يلقي نفسه في البحر هو شفنا يعني أيضا الرغبة في الخروج بشكل جماعي
بما في ذلك إطارات عليا من البلاد، لأنه كل البلاد ما عادش فيها إمكانيات متاع تحقيق الذات، وبالتالي متاع يعني العيش بكرامة بما يقبل حق الجميع. مثل هذا أنه اليوم الكرامة غير متحققة، لكن هذا يحتاج إلى مجهود كبير كأن في وقت الاستقلال من أجل يعني وقفة وهبة جماعية من أجل تحقيق أولا والعودة إلى العمل أولا، من أجل تصحيح مسار السياسات وكل أشكال الاستغلال يعني السياسي والتوظيف لأشياء كثيرة حتى تعود مستحقات الناس والجهات والأفراد ترجع إلى توازنها يعني إلى الطبيعي، ويستفيد الناس من ثمار ثانية ويصبر وقتها. سي صلاح الدين بعد إذنك، نعرف الوقت اللي ذيق الوقت وباش نختم معك كل السؤال هذية. الطبقة المتوسطة اللي هي مهددة اليوم واللي جزء كبير منها التحق بالطبقة الفقيرة، وحسب الأرقام المؤشرات يظهر لي اشترى طبقة الأخرى هاني ماشية زادة الاثنية هذيك. فالسؤال المطروح، وانتم عندكم ممكن تابلو دبوغ متاعكم وعلماء الاجتماع والباحثين في علم الاجتماع، باش تتواصل حسب اللي موجود اليوم في الساحة السياسية، هل ماشيين نتواصلوا وأن الطبقة هذه ماشية وتضمحل، وإلا تنجم في أقرب وقت، ولا تنجموا نصلحوها الوضعية وترجع تقف على ساقيها الطبقة الوسطى؟ شكرا في أمين على السؤال، لأنه حقيقة سؤال الثمين، يعني هل الوقت مازال؟ يعني أنا أقول الوقت ديما مازال، لكن لو نخرج من التجاذبات هذه والحساب السياسية، لأنه تقريبا حتى اللي كان عنا باهي دمرناه. المشكل مش فقط ما قدرناش نتجاوز سيئات الماضي، بل اللي كان إيجابي في الماضي هو اللي أصلا يعني درنا عليه وكليناه ودمرناه. هذا الأسوأ في السيناريو اللي احنا نعيش فيه، هو سيناريو حقيقي معناها تاع يعني مرعب يعني بكل صدق. فإذا كان تخسر أنت كفاءاتك الكل، خاصة الشبابية منها اللي أنت أنفقت عليها، وتعرفش معناها باش تكون أنت طبيب ولا باش تكون مهندس ولا باش تكون آلاف الدينارات اللي باش تخرج بها طبيب، اللي هما من المال العام، اللي هما من جيوب الجميع، هذه الكل تخسر أنت وتقدموا هدية دولة أخرى تخدموا بربع الحق، وهو يكون سارح من فوق معناها، أو المأساة معناها. تخدم الطبيب اليوم التونسي تخرجوا من كفاءة عالية ويمشي يخدم في الليل بطاري ولا في أي بقعة بشتر حق بحق يعني مقابل الطبيب الفرنسي، يعني مأساة أنك جبت لهم طبيب جاهز بأقل سوم ما صرفوا عليه حتى مليم، إضافة المهندسين. إذا كان هذا هو وهذا هو الموجود اليوم، وإذا كان ما ندركوش هذا في أقرب وقت، ما يمش تخلق الثروة، ما يمش تخرج من الفقر، ما قالك اللي بس تزيد فقرا على فقر، يعني ما تماش نية أخرى، وما هو السحر، هي الحكاية ليست شعوذة، هي مسائل واضحة معناها. فأما أنك يعني تحقق التنمية ويعني تكون قادر على تجاوز هذه الصعاب اللي ممكنة، ونعاود ونكرر ونقول في تونس يكفي أنه لأنه عنا معناها أدوات الثروة موجودة، اللي هو الدماغ اللي هو مفقود عند الجميع، عند الخلق، اللي يقول لها بورقيبة المادة الشخمة لا يرحم، عندك الناس اللي قادرة بس تحول كل شيء، يعني إلى كنت تاخذ فقط من أفكار الشباب وتاخذ الإمكانيات المبعثرة أو الغير يعني مستغلة بالشكل المرشد، يعني وتشوف كيفاش ممكن نحسنه في أشياء كثيرة ونخلقه ثقافة أخرى استهلاكية وسلوكية ومتاع تفكير، ونقسم العرق ونقسم المشاكل متاعنا ونتلاقيه في دينا نبدأ ونخدمه سي صلاح. راو الناس كل ما عادش تحب تخدم للأسف الشديد. أنا قلت لك ثقافة العمل بالضبط، أي أنا حبيت نبني على كلامك. ثقافة العمل بالأساس هذا راهو، احنا ما نحبوش نقولوا شيء معناه خايب على بلادنا، ولكن نقولوا راهو الامر قد يصبح مخيف اكثر اذا كان نواصلوا على هذه الوتيره. شكرا جزيلا سي صلاح الدين منفرج، الاستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع، على كل هذه المعطيات اللي نتمناوها انه الصلاح والفلاح لبلادنا العزيزه الغاليه، نتمناوها انه نبعدوا على السياسه الرعوانيه، وهات نرجع ونخدموا، خلي بلادنا ترجع، وربي معكم كاو، نتمنى وأنه زاد نلقاكم.